الإمام يقول: وحسن المؤازرة وأعينوا على أنفسكم. هذه النفس أمارة بالسوء، أنت بعزم وجزم أعن على نفسك، يعني أعن نفسك على نفسك لتنال الثواب. وأعينوا على أنفسكم بلزوم الطريقة المستقيمة وهجر الأمور المكروهة، يعني الذي تكره لا تحب، القبيحة. وتعاطوا الحق بينكم، بينكم تعاملكم يكون بالحق، لا أنه واحد يريد يغش الآخر والآخر يريد يخدع الآخر، لا، تعاطوا بالحق. وتعاونوا بالحق دوني، يعني عندي، لأن الحق مع علي وعلي مع الحق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي. الحق لا خطأ فيه، فعلي بن أبي طالب أيضا لا خطأ فيه، وهذا من أدلة عصمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان يخطئ في حال الخطأ لم يكن مع الحق، لكن الرسول صلى الله عليه وآله بشكل مطلق يقول: علي مع الحق والحق مع علي. وفي حديث آخر: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وهذا أيضا من أدلة عصمته، لأنه لو أخطأ في خطئه لم يكن مع القرآن، لأن القرآن لا خطأ فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا هو دائما مع القرآن معناه أنه دائما أعماله وأقواله صح، لا خطأ فيها. وتعاونوا دوني، يعني عندي. وخذوا على يد الظالم السفيه. أخذ بيده، يعني عاونه، نصره. أخذ على يده بمعنى منعه. وخذوا على يد الظالم السفيه، الظالم الذي لا عقل له، قليل العقل، لأنه من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الذي قد سفه نفسه فقد رغب عن ملة إبراهيم، فالظالم سفيه لأنه خالف الحق. وخذوا على يد الظالم السفيه، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعرفوا لذوي الفضل فضلهم. أمير المؤمنين مع تلك السوابق اعرفوا فضله، الإسلام لم يقم إلا بسيف علي ومال خديجة ونصرة أبي طالب، فاعرف فضل أمير المؤمنين، لا الطلقاء وأبناء الطلقاء الذين في فتح مكة أظهروا الإسلام، وكثير منهم كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومنهم معاوية، بل هو على رأس الفئة الباغية، وكما في الحديث الصحيح يدعوهم إلى النار. ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. الفئة الباغية، الفئة التي كان قائدها معاوية ابن أبي سفيان. عمار يدعوهم إلى الجنة، هم يدعونه إلى النار. إلى ماذا كانوا يدعون؟ إلى معاوية كانوا يدعون، يعني الدعوة إلى معاوية هي دعوة إلى النار.